أو في هذا القرار لسيد عبد المجيد تبون فهو قرار حقيقي، لأنه لا يوجد شيء اسمه لغة فرنسية، هي فقط كانت وما زالت لغة استعمار فرنسي. مرحبا متابعينا الكرام، ورجعنا لكم بفيديو جديد وحلقة جديدة على قناتي أنا حسام الحاج. برحب فيكم أحباب القضية الفلسطينية وأحباب الشعب الفلسطيني في كل مكان، والمؤمنين بأن القضية الفلسطينية قضية حق، وحتما سيزول الاحتلال الصهيوني من الأراضي الفلسطينية. حلقتنا لهذا اليوم رأينا في قرار السيد الرئيس عبد المجيد تبون بإلغاء اللغة الفرنسية في المدارس التعليمية لدولة الجزائر. طبعا أكيد هيك قرار ما أجاش من فراغ، كل هيتنا في الفترة الأخيرة شفنا الدولة الفرنسية شو اتهموا أهلنا بالجزائر، اتهموهم بأن ليس لهم تاريخ، بل بالعكس أهلنا في الجزائر هم أصحاب التاريخ، هم من قدموا الشهداء وقدموا الأبطال وضحوا بدمائهم، قدموا ما يقارب 1.5 مليون شهيد في حرب مع الاستعمار الفرنسي إلى أن حرروا بلادهم من هذا الاستعمار الغاشم الذي اعتقد أنه سيبقى محتل لدولة الجزائر لفترات كبيرة، لكنه لا يعتقد أن من هذه البلد خرج الأبطال، خرج هواري أبو مدين، وخرجت الأيدي الطاهرة، خرجت أيدي الشهداء وحررت الجزائر رغم أنفهم. وكما يعتقدون الآن إسرائيل التي تحاول مع فرنسا وغيرها من الدول عمل مؤامرة ضد بلد الجزائر، ويعتقدون أن دولة الجزائر ستركع خاشعة لبني صهيون، ولكن الجزائر بكل تأكيد لن تركع لغير الله. طبعا قرار عبد المجيد تبون بإلغاء اللغة الفرنسية في مدارس الجزائر، طبعا احنا نعرف انه الجزائر احتلت من قبل الاستعمار الفرنسي دول سنوات كبيرة يعني، لذلك اصبح بعض الجزائريين يتكلم اللغة الفرنسية بكل تأكيد، لكنهم لم ينسون اللغة العربية وهي لغة القرآن الكريم اللغة الأم. فلذلك يعني هذا يعني نحن كفلسطين رأينا في هذا الكلام او في هذا القرار لسيد عبد المجيد تبون فهو قرار حكيم، لأنه لا يوجد شيء اسمه لغة فرنسية، هي فقط كانت وما زالت لغة استعمار فرنسي. أكيد الأمر حيكون صعب على بعض إخوتنا الجزائريين بتغيير بعض لغتهم، ولكن اللغة العربية الأم ستبقى لغة حاضنة لجميع البلدان العربية. وطبعا احنا لدينا الأصدقاء العديد من يتكلمون اللغة العربية ونتشرف، اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم، وهي لغة المصحف، وهي لغة رسول الله، ولغة المسلمين في كل مكان. فقرار إلغاء اللغة الفرنسية من المدارس الفرنسية من المدارس الجزائرية عذرا هو قرار سليم 100%. طبعا أكيد الرئيس عبد المجيد تبون ما بيأخذ هيك قرار إلا وميكن تماما أن الجزائر على مبدأ واحد، مبدأ الإخلاص، مبدأ الحفاظ على أبناء شعبه، يعني من يوم ما تملك الحكم وهو يسعى للازدهار في بلاده، للرقي في بلاده، لرقي جيشه العظيم. طبعا كل هيتنا شاهدنا التطورات في الجيش العظيم، الجيش الوطني الجزائري الأخيرة، من غواصات وأسلحة، وشيء بجد يفتخر به جميع الأمم العربية وأولهم الشعب الفلسطيني. نحن كشعب فلسطيني نفتخر بكم، نعتز بكم. بالنسبة كمان نشهد يعني مؤامرات عديدة من الشعب الفرنسي ومن الشعب المغربي على أهلنا في الجزائر، والذين يعتقدون أن هذه المؤامرات ستهز أهلنا بالجزائر وستهز الحكومة الجزائرية، لكنهم لا يعتقدون أن أهلنا بالجزائر لا يهبون الموت أبدا أبدا، لا يهبون الموت ولا يخافون إلا من الله عز وجل. فمبدأهم هو مبدأ نشر السلام ونشر الشورى ونشر المحبة بين الناس، ليس كباقي دول أخرى كالعدو الصهيوني الذي يسعى دوما لنشر الفساد، وهو السبب في جعل فرنسا أن تعمل مؤامرات وجعل المغرب أن تعمل مؤامرات. الاحتلال الصهيوني هدفه الأول والأخير
هو نشر الفساد في البلاد العربية. طبعا خاب ظننا بمن طبع مع بني صهيون، لكن صدقا ما حينفعكوا بني صهيون بأي شيء. مسيركم يعني كما قالوها بعض الأشخاص هي سيؤرخ اسمكم في مزابل التاريخ، لكن لما بنيجي بنشاهد وبدنا نسمع عن التاريخ صح، فبنسمع عن تاريخ أهلنا في الجزائر. عاشوا وما زالوا وسيبقون بإذن الله تعالى أبطال أحرار شرفاء نفتخر بهم ونرفعهم فوق رأس كل فلسطيني. رأينا كفلسطيني بقرار عبد المجيد تبون وهو إلغاء اللغة الفرنسية في المدارس الجزائرية هو قرار سليم، نعتز بهذا القرار. فاللغة العربية ستبقى هي اللغة الأم، أو اللغة الجزائرية المطبقة للغة العربية هي ستبقى اللغة الأم بكل تأكيد. فرنسا لا وجود لها، إسرائيل لا وجود لها، ومن يتبع مع إسرائيل فلا وجود له، وحتما سيزول مثله مثل بني صهيون. أبيك متابعين الكرام بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم. طبعا كلمتنا الأخيرة قبل ما ننهي، إسرائيل فرنسا من يتبعكم، من يتبعكم حتما ستزلون، فلا تعتقدون أنكم ستزلون أو أنكم ستهزون شعب الجزائر العظيم أو ستهزون شعب فلسطين العظيم ولو للحظة واحدة. القرار سيبدأ، القرار سيبقى قرار سليم. الشعب الفلسطيني يعشق الشعب الجزائري وسنبقى بدفاعا عنهم، وهم العكس بكل تأكيد. نحن نحبكم أهلنا بالجزائر، نعزكم من قلوبنا، أرواحكم هي أرواحنا، ودماءكم بكل تأكيد تجري في دمائنا، لأنكم أنتم من عشقتم القضية الفلسطينية، والقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني يعشقكم. وكما قال السيد الرئيس الراحل ورب مديم، نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، ونحن أيضا نحن مع أهلنا في الجزائر ظالمة أو مظلومة. وأكيد الرئيس السيد ياسر عرفات رحمة الله عليه قال إن ضاقت بكم الدنيا فعليكم بأهلنا بالجزائر، وهي كلمات ترسخ في عقول كل فلسطيني وكل جزائري. كل تحية لكم متابعينا الكرام، بهيك وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم. اتصل الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. كل تحية لكم، وان شاء الله لكم معكم على متابعة ومتابعة خاصة بأهلنا بالجزائر لأنكم أحباب الفلسطينيين. إلى اللقاء الجديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والقدس ستبقى عاصمة لفلسطين، وحتما ستزول إسرائيل. السلام عليكم. موطني موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباه.